طبعا عداري تواجه الكثير من المشاكل، الكثير من الإهمال على مستوى البنية التحتية، وهناك بنية تحتية غائبة في عداري من ناحية تصريف مياه الأمطار، من ناحية رصف الشوارع، كما موجود في عداري غياب إلى أي خدمات عامة موجودة. يعني احنا نتصور قرية عداري ما يوجد فيها مركز للمواد الغذائية، يعني الأهالي إذا احتاجوا أي مواد غذائية يخرجون لخارج القرية على أساس يمولون نفسهم مواد غذائية، لدرجة حتى خباز أبسط شيء مو موجود. طبعا في منطقة عداري زاخرة بالمواهب الموجودة، مركز تمكين لشباب عداري مو موجود. طبعا احنا نتمنى أن يكون إلى هذه القرية وجود على الجانب الرياضي، على الجانب الثقافي يكون موجودين، بالإضافة إلى رفع هذا الإهمال الموجود في منطقة عداري. البنية التحتية نفس ما تكلمنا عنها، الجماعة هنا يحتاجون إلى متنفس، حديقة، ملعب، إلى تلم شباب هذه المنطقة وبيان إبداعاتهم فيها.